الجهاز الفني الأول لكرة السلة ادى اللاعبين راحة من التدريبات النهاردة وبكرة بعد مباراة الجزيرة امبارح، وللفريق كسب فيها بنتيجة 78-76. الفريق عنده مباراة مع الأولمبي الماتش اللي جاي في ترتيب المراكز السابع والثامن للدوري اللي هيتوقف لحد 3 ديسمبر اللي جاي بسبب بطولة افريقيا 3 على 3 تحت 17 سنة، واللي هتتلعب هنا في القاهرة في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر المقبل. خلاص الماتشين يعني مش هيفرقوا كتير مع الزمالك، خصوصا وان الفرق الثمانية هيلعبوا في دوري السوبر، ويعني تحصيل حاصل. الزمالك لا ينفع يلعب على السابع ولا الثامن ولا يبقى مركز في الماتشات دي، بس خلاص صفحة واتقفلت، والمفروض ان احنا نبقى مركزين بإذن الله في اللي جاي. فبنتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق في كل ما هو مقبل. الزمالك كان لعب مع الأولمبي في الدورتين المجمعتين وفاز في مجموع المباريات.